من الميادين أهلا بكم وإلى العناوين. دعوات للتظاهر رفضا للتدخلات الأجنبية والقوى السياسية تسابق الوقت لتسمية رئيس للحكومة العراقية. هم عجزوا، تفضل يا شعب لبنان أنت بدك تعالج لنا هاي المشكلة إذا بدك نساعدك. هذه اسمها مساعدة ولا اسمها ابتزاز؟ السيد نصر الله يتهم واشنطن بابتزاز اللبنانيين اقتصاديا ويؤكد رفض تأليف حكومة من لون واحد. بومبيو يهدد إيران ورئيس الوزراء الباكستاني إلى الرياض اليوم في إطار جهود الوساطة بين الرياض وطهران. أتوجه مباشرة للحراك الذي أمد له يدي. الرئيس الجزائري المنتخب يعلن أن أولويته هي تعديل الدستور ويؤكد التزامه بالتغيير الذي يطالب به الحراك الشعبي. مؤتمر مدريد يفشل في التوصل لاتفاق بشأن المناخ ويمدد فترة نقاشاته بعد رفض الدول الكبرى زيادة التزاماتها بخفض الانبعاثات. أهلا بكم. مع انتشار الدعوات إلى التظاهر اليوم في العراق رفضا للتدخلات الأجنبية، تتسابق القوى السياسية مع الوقت للتوصل إلى تسمية رئيس للحكومة مع انتهاء توقيت المدة الدستورية الخاصة بالتكليف، في ظل شبه إجماع على ترشيح محمد شياع السوداني من القوى السياسية باستثناء التيار الصدري الرافض للاسم. هذا وأكد تيار الحكم العراقي في بيان إن لا عدم طرح أي مرشح لأي موقع أو منصب كان. البيان لفت إلى أن تيار الحكم يرى أن المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون رئيس مجلس الوزراء المقبل مستقلا حقيقيا في نظر الشارع، كما شدد على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء من خارج الوسط السياسي. وأضاف البيان أن دور رئيس الوزراء المقبل يقتصر على المهام المكلف بها والتي تنتهي مع إعلان نتائج الانتخابات المبكرة. أعلن التيار الصدري إغلاق جميع المؤسسات التابعة له لمدة سنة واحدة، وذلك بتوجيهات من زعيم التيار السيد مقتدى الصدر، واستثنيات من الإجراء مؤسسة مرقد الشهيد السيد محمد الصدر ونجليه والمكتب الخاص، إضافة إلى تشكيلات سرايا السلام. ومعنا من بغداد مراسل الميادين محمد الفهد. فهد محمد، صباح الخير بداية، لو تضعنا في أجواء الشارع العراقي اليوم. صباح النور. يعني بالنسبة للشارع العراقي ميدانيا التظاهرات، وبحسب ما تداوله نشطاء من داخل التظاهرات، هنالك رفض لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، وهذا عبر بيانات وكذلك مسيرات في البصرة وفي المثنى وبغداد وبعض الساحات الأخرى، ولا سيما بعد تداول هذا الاسم بشكل كبير من قبل السياسيين. على المستوى السياسي هنالك شبه اتفاق ما بين الكتل السياسية على ترشيح النائب محمد شياع السوداني لهذا المنصب باستثناء الصدريين الذين يعترضون على هذا الترشيح. ثم بعد ذلك تيار الحكمة أصدر بيانا قال أنه لم يتبنى شخصية معينة لترشيح لرئاسة الوزراء، وأيضا وضع عدة ملاحظات. يجب أن يكون رئيس الوزراء المقبل لمرحلة انتقالية وأيضا يحظى بمقبولية الشارع، لكن حتى هذه اللحظة أيضا لم يصدر بشكل رسمي الترشيح لمحمد الشيع السوداني، لكن وبحسب المعطيات والمؤشرات أن الحديث عن هذه الشخصية ربما هو مختلف عن محاولات جس النبض السابقة عندما تم الحديث عن أسماء عديدة من الطبقة السياسية. أيضا هنالك تأكيد من قبل الشارع الذي يضغط باتجاه لا يكون رئيس الوزراء المقبل مشارك في العملية السياسية، لكن أن رئيس الوزراء الحالي الذي أو الجديد الذي سيتم تسميته يجب أن يكون لإدارة مرحلة انتقالية في العراق، ربما التمهيد لانتخابات مبكرة
أو التعامل مع الوضع الراهن في العراق. ربما هذه هي يعني تخريجة لترشيح محمد الشياع السوداني كما يقول المراقبون. أيضا الحراك السياسي هو في أعلى مستوياته هذه الأيام باعتبار أن المهلة الدستورية اقتربت من الانتهاء، وتاليا رئيس الجمهورية أمام مسؤولية كبيرة لتجنب الدخول في المحظور الدستوري لاعتبار أن 15 يوما لم يبقى منها الكثير، وهي مهلة دستورية لتقديم رئيس للوزراء. بحسب المصادر ربما في هذه الأيام أو في الساعات المقبلة سيتم حسم هذا الأمر، وإن لم يحسم قد تترتب على العراق عدة إجراءات منها تدخل دولي وما إلى ذلك. طيب محمد، يعني هذا على صعيد السياسة والشارع، هناك خطوات لابد ربما من السؤال عنها، كخطوة التيار الصدري وإغلاق المؤسسات التابعة له لمدة سنة. يعني هل عرفت خلفيات هذا القرار؟ حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن خلفية هذا القرار أو السبب المباشر وراء إغلاق يعني مواقع التواصل التابعة للمقربين من الصدر، وكذلك إغلاق مؤسسات التيار الصدري باستثناء سرايا السلام. لكن بحسب المعطيات بعد حادثة الوثبة وتغريدة لمقرب من الصدر وقال 48 ساعة لكشف الجنات وإلا يتم سحب القبعات الزرقاء، ربما هي مقدمة لهذه الإجراءات أو الخطوات حتى هذه اللحظة وفق وصف المراقبين. لكن الإغلاق وإغلاق المؤسسات وكذلك اتخاذ هذه الإجراءات لم يعلن عنها ولم يعلن عن الأسباب وراءها، وهي لمدة سنة كاملة. لكن إغلاق المؤسسات لا يشمل سرايا السلام، وهنا ربما بقاء القبعات الزرقاء التي لم تسحب حتى هذه اللحظة من الساحات يعني بعد انقضاء 48 ساعة. لكن مقربون يتحدثون ربما عن عدم رضا لدى السيد الصدر على الوضع السياسي أو ربما على بعض المشهد العراقي، وهي ما دفعته لاتخاذ هذه الخطوات. لكن حتى اللحظة ليس هنالك أي إعلان للسبب المباشر وراء هذه الخطوة. شكرا جزيلا لك محمد الفهد مراسل الميادين، كنت معنا من بغداد، على كل هذه المعلومات والمعطيات. يصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم إلى السعودية لإجراء محادثات مع قيادة البلاد ليوم واحد. المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل شدد على مواصلة بذل الجهود لإنجاح المحادثات بين السعودية وطهران. هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بما قال إنه رد حاسم على إيران إذا تعرضت مصالح بلاده للأذى في العراق بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية. وفي بيان له قال بومبيو إن أي هجمات من جانب إيران أو من ينوب عنها تلحق أضرارا بالأمريكيين أو بحلفائهم فسيتم الرد عليها بشكل حاسم وفق تعبيره. حذر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من محاولات الابتزاز التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من الأزمة الاقتصادية في لبنان بعد فشل الهدف الأمريكي والإسرائيلي في التخلص من المقاومة التي يعتبرونها خطرا على أطماعهم ومشاريعهم. هم عجزوا، تفضل يا شعب لبنان أنت بدك تعالج لنا هاي المشكلة إذا بدك نساعدك. هذه اسمها مساعدة ولا اسمها ابتزاز؟ هؤلاء ناس محبين وحريصين على لبنان وعلى شعب لبنان وعلى الفقراء والمحتاجين في لبنان، جاي بده يساعدون من منطلق إنساني وأخلاقي والقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان ومشاكل وقيادة العالم، أو هذا ابتزاز تمارسها الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية من خلفها على الشعب اللبناني لمعالجة هذا الأمر؟ الأمين العام لحزب الله أكد أنه في حال الاعتداء على إيران فأن الرد سيتم من قبلها لا من حلفائها. البعض بيتصور أنه إذا اعتدي على إيران فأن إيران ستعتمد على حلفائها لترد. بدي صح، بدي أعطي معلومة دقيقة للأمريكان وللإسرائيليين ولكل أحد. من يعتدي على إيران، إيران سترد عليه. إيران
الجمهورية الإسلامية في إيران حتى من الزاوية المعنوية والاعتبارية هي لا تقبل بأن تسكت وتعتمد على حلفائها وأصدقائها بأن يردوا. نصر الله أكد أن الحكومة الإصلاحية والإنقاذية تتطلب مشاركة الجميع، معبرا عن إصراره على مشاركة التيار الوطني الحر فيها. الحكومة الإصلاحية، الحكومة الإنقاذية تتطلب مشاركة الجميع، كما رفضنا حكومة اللون الواحد وأصرينا أن تيار المستقبل بما يمثل ومن يمثل يجب أن يشارك في هذه الحكومة. أيضا نصر أن يشارك التيار الوطن الحر بمن يمثل وما يمثل، ولا يجوز أن تتشكل حكومة على قاعدة إلغاء لأي أو استبعاد لأي طرف سياسي أساسي يمكن أن يساعد بما يمثل ويمكن أن يساعد بشكل كبير في دفع البلاد إلى الخلاص وإلى الإنقاذ. السيد نصر الله أرجى الحديث عن تفاصيل تأليف الحكومة إلى ما بعد الاستشارات النيابية المرتقبة والتكليف، مضيفا أن حزب الله وحركة أمل رفضا تأليف حكومة لون واحد في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان. الموضوع يرتبط بتشخيص وتحديد المصالح والمخاطر على البلد، وخصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية. عندما نقارب هذا الموضوع، نحن حزب الله طبعا موقفنا مخالف لتشكيل حكومة من لون واحد، الإخوة في حركة أمل كذلك. الآن نحن البلد يمر في أخطر أزمة اقتصادية مالية في تاريخه لعل. طيب، أي حكومة تريد أن تعالج هذه الأزمة المالية الاقتصادية هي تحتاج بشكل أساسي إلى الاستقرار الداخلي. وبالتزامن مع كلمة السيد نصر الله، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات استهدفت شركات لبنانية بتهمة تمويل حزب الله ودعمه. بيان الوزارة أكد أن ملكي شركتين في لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية يدعمان حزب الله وتستخدمان الأعمال الفنية وتجارة الألماس للتغطية على أعمالها في تأمين أموال لدعم الحزب. كما اتهمت الشركتين بممارسة تبييض الأموال والتهرب الضريبي. هذا وتواجه الحكومة اللبنانية المنتظرة تحديات كثيرة فيما يترقب الجميع الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس ميشيل عون بعد غد الاثنين. تأليف حكومة إصلاحية وإنقاذية بمشاركة الجميع على رأس العناوين المهمة التي طرحها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. ويرى البعض أن الدور الأمريكي يتمحور حول الضغط على لبنان واستغلال الحراك من أجل تنفيذ أجندات سياسية. القلق والهاجس ليس على المقاومة ولا على سلاح المقاومة ولا على موقع المقاومة. أصلا فلت من أمام الكونغرس قال أنه الجيش والحراك لاعبان صاعدان الآن، لكن لا يتحملان حجم معركة بحجم معركة حزب الله وسلاح حزب الله. لذلك تعالوا نركز على جبران باسيل والتيار الوطني الحر. كان واضح الكلام من فلتمن، لكن بالآخر فلتمن بيقول السر، كلمة السر اللي أشار لها سماحة السيد اليوم. المطلوب أن يوقع لبنان على ورقة ساترفيلد حول ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة اللي فيها ثروات النفط والغاز. أسئلة كثيرة مطروحة حول خيار تأليف الرئيس سعد الحريري حكومة التكنوقراط، ولا سيما أنه يمثل تيارا سياسيا، فيما ضرورات المرحلة تحتاج إلى حكومة جديدة توازن بين التيارات السياسية الممثلة في المجلس النيابي وبين مطالب الحراك الشعبي لتكون قادرة على الحكم وحل الأزمات الملحة. الشارع يطالب بحكومة تكنوقراط من رأسها إلى جميع أعضائها. نعم. ولا يقبل الشارع وتحديدا الحراك، علما أن الحراك لا يختزل الشعب اللبناني. فكما أن للحراك تمثيله الشعبي، كذلك للأحزاب المتكونة من الأكثرية النيابية تمثيلها الشعبي ولها شرائحها الشعبية الواسعة. إنما إذا أردنا أن ننطلق من مما يطالب به الحراك، يطالب بحكومة تكنوقراط محايدة من رأسها إلى جميع وزرائها، في حين أن الرئيس سعد الحريري يأخذ جزءا من مطالب الحراك ويشوهه.
تحديات كثيرة أمام الحكومة اللبنانية المنتظرة، فمخاض تأليف الحكومة سيواجه الأجندات الخارجية من جهة والتجاذبات السياسية الداخلية من جهة أخرى، هذا في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية تزداد تأزماً. أصدرت وزارة الطاقة أول ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعة الرقم 4% الاقتصادية لتجمع شركات توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتيك الروسية. وقالت وزيرة الطاقة ندى البستاني إن هذه هي الخطوة التنفيذية الأولى تمهيدا لبدء حفر أول بئر استكشافية للتأكد من وجود النفط والغاز. هذا القطاع يعني شهد أعلى معايير الشفافية. في عنده هالقطاع القطاع الوحيد اللي عنده قانون شفافية للشفافية. يعني بعتقد هيدا القطاع عن جد هو نموذج من كيف الشغل بشفافية بينعمل. ومشان هيك أملنا كبير بهيدا القطاع ولازم يضلوا أملنا كبير بهيدا القطاع. الأزمة المعيشية التي أطالت برأسها في لبنان طالت غالبية اللبنانيين في وقت تحل فيه مبادرة فردية ما كان الحلول الجذرية في سياق التضامن الاجتماعي. اشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان وصولاً إلى معدلات عالية لم يعرفها اللبنانيون حتى في ظل الحرب أثر مباشرة على غالبية اللبنانيين من كل الفئات الاجتماعية. أيمن الشامي أحد هؤلاء الذين يعيشون يومهم بلا أفق يضمن لهم الاستمرار بالوظيفة في ظل غياب الأمن الاقتصادي والاجتماعي. أنا مشتغل بالمطاعم، ترجعت حركة كثير علينا، فآخر 3 أشهر 4 أشهر كثير زادت بسبب الأوضاع اللي صارت. صرنا هالشهر الثالث ما عم نقبض معاشاتنا، عم ناخذ 100,000 50,000 كل فترة لنسيسر أمورنا. كمان حتى زوجتي كانت تشتغل، صار لها شي 4 أشهر كمان موقفة شغل. اضطريت كمان أنا أروح أشتغل بارت تايم بالليل 5 ساعات لحتى أقدر عيل العيلة. يعني أنا ابن بيروت أخذ قرض وساكنين بعرمون، ابني هون قاعد جبته على مدرسة بالشويفات، تكاليف أقل، مستلزمات الحياة كلها غليت. يعني نفس الأغراض اللي كنا نشتريهم من السوبر ماركت من 4-5 أشهر لورا عم ننزل هلأ نرجع نجيبهم، غليت الفاتورة علينا 40-50%. بمدرسة ابني عمر الأقساط، الكتب، الباص، كل شيء غالي. انخفاض المداخيل وفقدانها أكثر من 40% من قيمتها الشرائية بسبب انهيار الليرة والتلاعب بالدولار وارتفاع نسبة المصروفين من العمل، كل ذلك لا يدل إلا على تفاقم الأزمة الاجتماعية والأمنية ما لم يصار إلى حلول. في وقت حلول ومبادرات فردية في إطار التضامن الاجتماعي بات لها كبير الأثر في المجتمع اللبناني. كانت مبادرة كتير حلوة كوني أنا هون بالشياح، حبيت فرجي نحن منطقتنا مفتوحة لكل الناس، وكانت سبب إيجابي هيدي المبادرة لكتير أشخاص قصدوني من بيروت، من عين الرماني، من الأشرفية، وحتى في أصدقاء لقلنا يعني كانوا نعرفهم بس على الفيسبوك اتشجعوا وصاروا يجوا لعنا لهون وجربوا حتى حلقتنا. يعني اهلا اهلا مصمور، هي المبادرة اللي نحن بلشنا فيها انه لما غلي اللحم كتير كتير فنحن غلينا شيء بسيط سعر اللحم، صار في زبونات يجوني غربية من عين الرمانة من بيروت يعني كلهم. فاطمة قاسم، بيروت، الميادين. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن حركة أنصار الله ستفرض قواعد اللعبة السياسية مثلما فرضت قواعد الاشتباك، مشيرا إلى أن التهديدات الإسرائيلية هي رسالة لاستمرار الحرب على اليمن. وفي حديث لصحيفة الثورة اليمنية أعلن الحوثي عدم وجود رغبة للتفاوض في أي دولة قبل وقف الحرب، لافتا إلى أن سلوك قوى التحالف السعودي لا يدل على توجه عملي نحو السلام. في مسيرة يوم الجمعة 84 عند سياج غزة أصيب عدد من المتظاهرين باعتداءات قوات الاحتلال، وقد جدد المشاركون في هذه المسيرات تمسكهم بحقوقهم في وجه المؤامرات التصفوية. أحمد شلتان.
من غزة إلى القدس. عنوان التحركات الشعبية مع تأكيد المشاركين تمسكهم بالقدس عاصمة موحدة لكل الفلسطينيين. وإلى الحدود الشرقية لقطاع غزة المحاصر توافد آلاف الغزاويين في جمعة جديدة من مسيرات العودة تحت شعار فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا. خرجنا اليوم لنشهد العالم بأجمع بأن فلسطين لا بديل عنها ولا بديل لها. فلسطين في الحاضرة، فلسطين في قلوبنا، والله أفديها بروحي وبمالي بأولادي وبأحفادي الصغار. رفع شعار التمسك بالثوابت في الجمعة 84 من مسيرات العودة قابله جنود الاحتلال بالقمع، لكن ذلك لم يمنع الفصائل من إعلان استمرار الحراك الشعبي لمواجهة المؤامرة التي تستهدف المدينة المقدسة. قضية حق العودة أحييناه في هذا الجيل، ونحن مستمرون بهذه المسيرات بطابع الشعبي وأدوات سلمية حتى تحقق أهدافها. مطلوب من الأمة العربية أن تتوحد ويقدم كل أشكال الدعم المالي والمعنوي والسياسي سواء من الملوك والأمراء والجماهير العربية باتجاه تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في القدس. مؤامرة التهويد الإسرائيلية والتي امتدت لتشمل مدن الضفة الغربية دفعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة إلى الدعوة للتحرك يوم الجمعة القادمة تحت شعار الخليل عاصية على التهويد. الرسالة الوطنية الثابتة التي انطلقت الجماهير هنا من أجلها لا تزال تشكل وقودا لتحركاتهم الشعبية، فحق العودة وكسر الحصار هما من العناوين التي يؤكد الغزاويون أن الثمن الذي دفعوه في سبيلها يهون أمام مطالبهم العادلة. أحمد شلدان، غزة، الميادين. رحبت حركة حماس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد تفويض الأونروا، مشيرة إلى أنه سيسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. الناطق باسم الحركة فوزي برهوم ثمن مواقف وجهود كل الدول التي عملت على إنجاح القرار رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي مورست على كثير منها، لافتا إلى أن ذلك يعكس المسؤولية الدولية تجاه مأساة واحتياجات اللاجئين الفلسطينيين. فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون أن أولوياته كرئيس ستكون المبادرة إلى تعديل عميق للدستور من أجل سد الفراغات الموجودة فيه وتحقيق التوازن بين المؤسسات، وشدد على أنه سيمد يده للحوار مع الحراك من أجل الجزائر. أتوجه مباشرة للحراك الذي أمد له يدي لحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط. ها هي قد انتهت الانتخابات وحان وقت العمل لتكريس الالتزامات وكل ما سبق وصرحت به خلال الحملة الانتخابية بلا تهميش ولا إقصاء. تبون أشاد بدور الجيش وقيادته في إدارة مرحلة ما بعد بدء الحراك، مؤكدا أن هناك من خطط للقضاء على الدولة الجزائرية وفشل في ذلك. لم تسحق قطرة واحدة من دم الجزائريين والجزائريات، الدم الغالي، رغم أنف كل من كان يخطط في الظاهر أو في الخفاء في الداخل أو في الخارج للقضاء على الدولة الجزائرية وحلم شهداء الأبرار والوطنيين الأحرار، حلمهم ببناء دولة نوفمبرية وطنية لا يظلم فيها أحد. فوز بأغلبية مريحة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية للمرشح المستقل عبد المجيد تبون ومنافسوه يقرون بالنتيجة ويعرضون عن الطعن فيها. مفدون إلى الجزائر عماد شتارة أعد التقرير التالي. السيد عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون هو رجل المرحلة المقبلة في الجزائر،
بعد نيله ثقة أكثر من 58% من أصوات الناخبين باستحقاق انتخابي جاء بعد مخاض عسير عاشته البلاد وحراك أسقط إمكانية الذهاب إلى عهدة خامسة للرئيس بوتفليقة وعجل في محاكمة رموز الفساد. الشعب الجزائري أدرك حجم الخطورة في عدم الذهاب إلى الانتخابات أو في حال فشل الانتخابات، والشعب الجزائري دائما في مثل هذه المواقف الحساسة يكون في المستوى. ملفات عديدة على الرئيس الجديد أن يعجل بفتحها من أجل كسب ثقة معارضيه قبل مؤيديه عبر إحداث حراك تنموي في بلد عاش جمودا لنحو عقدين من الزمن، وتلاعبت بحسب مراقبين منظومة الحكم فيه بالدستور لضمان استمراريتها، واستشرى الفساد في شرايين اقتصاده ما انعكس سلبا على قوت ملايين الكادحين. الرئيس الجديد يواجه تركة ثقيلة جدا للنظام السابق. إذا تحدثنا عن الملف السياسي كما تتابعون معنا، انقسام كبير في الشارع، جزء كبير منه اليوم يرفض هذه الانتخابات، يريد بناء أسس جديدة لهذه الدولة. الظروف التي نظمت فيها هذه الانتخابات ظروف استثنائية وخاصة فرضها الواقع السياسي والمجتمعي واستمرار الحراك الشعبي الذي يأبى الأفول واليوم يدرك جمعته 43. هذا من جهة مسار انتخابي أول مرة تشرف عليه سلطة وطنية مستقلة تعنى بالتنظيم والإشراف بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية. إلى هيئة مستقلة عهد تنظيم الانتخابات وسط مناخ سياسي عاصف وشارع منتفض لتنجز مهمتها رغم بعض الإخلالات بمسؤولية وروح وطنية عالية. على الحراك أن يكون خلال الفترة المقبلة وسيلة ضغط لفرض مزيد من الإصلاحات، وعلى الرئيس المنتخب أن يقدم رسائل طمأنة بأن الجزائر في عهده تدخل مرحلة جديدة نحو إرساء دولة القانون والمؤسسات. عماد شتارة، العاصمة الجزائرية، الميادين. إلى ذلك تظاهر الجزائريون في وسط العاصمة الجزائر ومدن أخرى تعبيرا عن رفضهم نتائج الانتخابات، وردد المتظاهرون في الجزائر ومنطقات القبائل وولايات في شرق البلاد وغربها هتافات تشكك في نزاهة الانتخابات. وتزامنت احتجاجات اليوم مع الجمعة 43 لبدء الحراك الشعبي في الجزائر. في تونس طلب رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تمديد فترة مشاوراته مع القوى والأحزاب شهرا إضافيا لتأليف الحكومة لتقريب وجهات النظر وتذليل الخلافات. مراد الدلنسي. شهر جديد أخير من المشاورات الحكومية يقودها الحبيب الجملي، فقبل انقضاء مهلة الشهر الأول الدستورية بيومين طلب الجملي مهلة إضافية لمحاولة تقريب وجهات النظر بين القوى والأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة المكلف أكد حرصه على إعلان تشكيلته الحكومية حتى قبل انتهاء فترة الشهر. حسب تقدم المشاورات وتحديد الكفاءات أنا في حاجة إلى مهلة إضافية، سأحرص أن تكون أقصر ما يكون في الشهر الثاني، وهذا أنا نقول عنصر ما يزموش يقلق التوانسة برشا وما يزموش يقلق الأحزاب السياسية. طلب تمديد فترة تشكيل الحكومة المرتقبة كان منتظرا بالنظر إلى مواقف الأحزاب والكتل السياسية من المشاركة في الحكم. الشهر الأول شهد إعلان حركة الشعب والتيار الديمقراطي انسحابهما من مشاورات تشكيل الحكومة قبل الحديث مؤخرا عن استئناف المفاوضات بشكل غير مباشر. الجملي اصطدم كذلك برفض حركة النهضة وائتلاف الكرامة المشاركة في حكومة تضم قلب تونس. الحسابات الإقليمية والدولية وانتظار ما تسفر عن انتخابات في الشقيقة الجزائر والأحداث في الشقيقة ليبيا، وبالتالي أي تسرع الآن في إصدار الحكومة الجديدة قد يورطنا في مواقف لا نعلم مآلاتها فيما بعد. ثالثا والنقطة الأهم هو أن حسابات الحكومة ليست عند السيد الجملي.
يتحدث متابعون كذلك عن وجود أحزاب تدفع باتجاه إفشال الجمل في تشكيل الحكومة المقبلة من أجل رمي الكرة في ملعب الرئيس قيس سعيد بحسب الدستور لتكليف شخصية جديدة. وفي الوقت الذي يواصل فيه الجمل مشاوراته، كشفت مصادر حزبية أنها أصبحت تدار من خارج قصر الضيافة وعبر وسطاء لمحاولة إذابة الجليد بين الأطياف السياسية. عوامل عدة أدت إلى إطالة أمد تشكيل الحكومة التونسية كما يرى متابعون، أهمها التشتت الحزبي والسياسي الذي أفرزته انتخابات 2019، إضافة إلى الحسابات الداخلية والإقليمية للحزب الفائز في الانتخابات والمكلف بتشكيل الحكومة. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر استهداف مواقع تخزين طائرات مسيرة تركية في الكليات الجوية العسكرية بمصراتة. قال متحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن لدى قواته معلومات استخبارية عن عمليات شحن جديدة لمعدات عسكرية تركية على سفن عسكرية ومدنية تركية إلى مصراتة. أضاف المسماري أن القوات الليبية قررت حظر الطيران فوق المنطقة العسكرية الجنوبية الغربية وخصوصا فوق منطقة سبها. توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى اتفاق مرحلي يتضمن إلغاء رسوم جمركية على سلع صينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تغريدة عبر تويتر إن بلاده وافقت على اتفاق مرحلة أولى كبير جدا مع الصين يقضي بوقف الرسوم التي كان من المفترض أن تطال أجهزة إلكترونية، مؤكدا أن بكين وافقت على العديد من التعديلات الهيكلية وعملية شراء هائلة لمنتجات أمريكية. في واشنطن صوتت اللجنة القضائية في مجلس النواب على توجيه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس ضد الرئيس ترامب في إطار التحقيق الذي يهدف إلى عزله. محمد كريم. اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي دفعت بالرئيس ترامب إلى حافة العزل. 14 ساعة من المناقشات انتهت بتصويت على أساس حزبي عكس عدم تراجع أي عضو عن موقف حزبه. الأعضاء الديمقراطيون أجمعوا على توجيه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، بينما اعترض الأعضاء الجمهوريون جميعهم. هذا يوم حزين بحق. اللجنة القضائية تصوت للمرة الثالثة من 150 عاما لاعتماد بنود العز ضد رئيس أساء استخدام سلطاته وأعاق عمل الكونغرس، وعليه سيتحرك مجلس النواب على الفور. اغتيال سياسي ضد الرئيس ترامب يرد الجمهوريون، والبيت الأبيض يعرب عن أمله في محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، فيما ترامب الذي يصر على عدم ارتكاب أي خطأ وصف إجراءات عزله بالمخادعة وأنها استغلت سياسيا. ينبغي عدم السماح بالمضي في إجراءات العزل لما سيرافقها من أضرار على بلادنا، وأحذر من هذا المسار الذي يهدف إلى تحقيق إنجازات سياسية. فنظامنا بتداول السلطة سيأتي يوما ما برئيس ديمقراطي وسيواجه مجلس نواب تحكمه أغلبية من الجمهوريين، وأعتقد أنهم سيتذكرون ما حل بنا الآن. حرص الديمقراطيون على الإنجاز السريع للتصويت على لائحة اتهام ترامب لتمكين أعضاء مجلس النواب كافة من التصويت قبل عطلة أعياد الميلاد، تصويت ينتظر أن يمرر المجلس خلاله لائحة الاتهام بحكم الغالبية التي يمتلكها الحزب الديمقراطي، بينما سيدخل ترامب التاريخ من باب تعرضه كرئيس لإجراءات العزل. يراهن الرجل على أن ذلك سيخدمه في نهاية المطاف انتخابيا، لا سيما في الولايات المتأرجحة في خيارها الانتخابي. محمد كريم، واشنطن، الميادين. في تشيلي خرج الآلاف من المحتجين رفضا لسياسة الحكومة الاقتصادية. الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث شملت مدنا مختلفة وطالبت برحيل الحكومة. وقد انطلقت احتجاجات تشيلي بعد زيادة أسعار بطاقات المترو لتتوسع مع المطالب إلى إطاحة حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا.
احتجاجا على نتائج الانتخابات البريطانية انطلقت مسيرات في لندن، هتف المشاركون فيها ضد الرئيس البريطاني بوريس جونسون مرددين هتافات ترحب باللاجئين في بلادهم. من جهته دعا جونسون إلى إغلاق باب الانقسامات المتعلقة باتفاق بريكزيت. قرر البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي فمنحوا بوريس جونسون تفويضا لإنجاز صفقة لبريكزيت، تفويض أنهى 3 سنوات من حالة عدم الاستقرار للصعوبة التي واجهتها الحكومات المتعاقبة منذ استفتاء لبريكزيت في حسم الجدل بشأن العلاقة مع بروكسل. رئيس الوزراء الذي حقق انتصارا تاريخيا بأغلبية مريحة لم يعهده حزبه منذ ثمانينيات القرن الماضي أعلن أنه سيخرج بلاده من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الحالي. نتائج الانتخابات أثبتت أن إنجاز البريكزيت بات قرارا لا جدال فيه ولا يمكن مقاومته، كما وضعت حدا للتهديدات البائسة في إعادة إجراء استفتاء ثاني. أنا حزين جدا لنتائج الانتخابات وحزين أيضا على الزملاء الذين خسروا مقاعدهم، كما أنني حزين على الشعب الذي سيواجه حكومة تعتمد سياسة التقشف. زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن عازم على مغادرة منصبه، لكنه يفضل البقاء فترة لمراجعة نتائج الانتخابات المفاجئة لحزبه، عازيا سبب هزيمة الحزب إلى البريكزيت الذي أدى إلى سقوط ما يوصف بالجدار الأحمر، وهو معقل العمال في شمال إنجلترا الذي صوت في معظمه لمصلحة المحافظين بسبب معارضته للاتحاد الأوروبي. في نهاية الأسبوع المقبل سيقدم تشريع برلماني لإنجاز البريكزيت. لقد باتت لدينا أغلبية لتمرير الصفقة من أجل الخروج في نهاية الشهر المقبل. استفتاء اسكتلندا سيعود مجددا إلى الواجهة بعدما عزز الحزب القومي الاسكتلندي من مكاسبه الانتخابية. زعيمة الحزب نيكولا ستيرجن أكدت أن فوز جونسون الساحق لا يمنحه حق إبقاء بلادها خارج الاتحاد الأوروبي. حزب الديمقراطيين الليبراليين المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة مصيرية بعد خسارة زعيمة الحزب جو سوينسون مقعدها البرلماني، فضلا عن فشله في تعزيز حضوره في المناطق المعارضة للبريكزيت. باتت لرئيس الوزراء البريطانية اليد الطولة بعد أن حقق نصرا تاريخيا ليس بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي فحسب، بل في تطبيق خطته الاقتصادية أيضا، لكن يبقى أمام جونسون تخطي عقبة مرحلة المفاوضات التجارية مع بروكسل فضلا عن تجاوز مخاطر تفكك المملكة المتحدة. مستصر لندن، الميادين. في مدريد مدد مؤتمر المناخ أعماله إلى اليوم بعدما كان مقرر أن يختتم يوم أمس مع الفشل في التوصل إلى النتائج المرجوة لجهة خفض الانبعاثات الغازات المسببة للدفيئة وتمويل دول الجنوب وإرساء القواعد الدولية لتنظيم أسواق الكربون بهدف الحد من الكارثة المناخية. ومع توقعات بإصدار نصوص جديدة صباح اليوم، حذر وزير البيئة الكوستاريكي من خطر يتهدد التطلعات البيئية، إذ إن الدول الكبرى المسببة لانبعاثات الغازات كالولايات المتحدة واليابان لم تتحدث عن أي زيادة في التزامها بمكافحة الاحترار الذي يسبب عواصف وموجات حر وفيضانات. استثمار كل الأراضي القابلة للزراعة في سوريا أبرز ملامح خطة طموحة لاستعادة القطاع الزراعي دوره كأحد أعمدة الاقتصاد في مواجهة الحصار الغربي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. محمد الخطر. خطة للنهوض بالزراعة السورية بعد سنوات من تراجع فرضته الحرب. استثمار كل الأراضي القابلة للزراعة والتوسع في الزراعات الأسرية وإنجاز الري الحديث عناوين عريضة لاستعادة دور قطاع اقتصادي حيوي شكل أحد أعمدة الاكتفاء الذاتية قبل الحرب. هناك استمرارية في البرامج التي تقدم خدمات للأخوة الفلاحين لجهة تأمين الغراس بأسعار تشجيعية وأسعار رمزية إلى حد ما، تقديم خدمات استصلاح الأراضي المحجرة أيضا بأسعار تشجيعية، تقديم اللقاحات والمكافحات التي تقدمها الدولة أيضا مجانا للأخوة الفلاحين.
إجراءات تكمل أداء متصاعدا حقق أكثر من 2.5 مليون طن من القمح الموسم الماضي، واستثمار أراض بعد تحريرها زادت عن 850,000 هكتار، ونحو 60,000 هكتار تنتظر الاستثمار الموسم المقبل. نسبة مساهمة القطاع الزراعي تطورت من 19% قبل الحرب على سوريا إلى حوالي 39% خلال الفترة الأخيرة. لدينا برامج لإحلال المستوردات. طبعا الهدف من هذه البرامج أن نقوم بالاعتماد على الذات في إنتاج المحاصيل الزراعية. جهود تحاول تجاوز الحصار الغربي الذي يهدد السوريين في لقمة العيش وآثار الحرب التي أتت على بنى تحتية ومؤسسات زراعية كبيرة. تعلمون أنه في ضائقة في المحروقات في الأسمدة، مع ذلك الفلاح زرع بكل ما يستطيع والأسواق ممتلئة بكل المنتجات الزراعية، بل على العكس هناك نحن أقل سعرا من كل الدول المجاورة. إذا أخذنا مقياس الدول المجاورة نحن أسعار المواد الزراعية بشقيها النباتي والحيواني. في تفاصيل الخطة الزراعية إدخال كامل الأراضي المحررة في الإنتاج مع استمرار عودة المزارعين إلى أراضيهم وزيادة المساحات المروية نتيجة تحسن الوضع المائي للآبار وارتفاع مخازين السدود. الزراعة السورية لديها سجل حافل من الإنتاج تضمن 4 ملايين طن من القمح ومليون طن من الحمضيات ومثلها من الزيتون سنويا قبل الحرب. استعادة تلك المعدلات تتطلب جهدا كبيرا يتحدى تبعات الحرب المدمرة. محمد الخضر، دمشق، الميادين. انطلق المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية في طهران بمشاركة أكثر من 114 فيلما إيرانيا و54 فيلما أجنبيا من 39 دولة، وتتنوع مواضيع الأفلام الوثائقية لكنها بغالبيتها تحمل طابعا إنسانيا. ملحم ريا. في رحلة البحث عن الفيروز أشهر الأحجار الكريمة الإيرانية، يبدأ مهرجان سينما الحقيقة أعماله في طهران عبر استعراض أيقونات الأعمال الوثائقية. يوثق المهرجان عبر عشرات الأفلام الإيرانية والأجنبية مراحل اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية طابعها إنساني. فما يميز العمل الوثائقي عن السينما هو نقل الواقع من دون مؤثرات. الوثائقيات تساعد على فهم المجتمع، وهذا ما لا تفعله السينما، وهي تزيد الوعي في المجتمع فيواجه صورته الحقيقية ويعمل على إصلاحها. لكن مشكلتنا هي في الإنتاج وتحديد أماكن العرض. تحضر مشاهد الحرب ومشاهد الصمود والتضحيات في بعض الأفلام، وتنعكس معاناة اللاجئين في رحلة الهروب من الموت. بينما يتجلى الأمل في قصة زوجين عليلين اكتملا بالحب والتضحية في فيلم يعكس الإرادة الإنسانية. يجب أن تكون الأفلام الوثائقية طبيعية، والصوت هو العامل الرئيسي الذي يعطيها هذه الميزة، على عكس السينما التي تعتمد على المؤثرات الخارجية. بعض الأفلام ابتعد عن تعقيدات المجتمع وحاكى البساطة في حياة البداوة، ولم تمنع العقوبات على إيران مشاركة عشرات الأفلام الأجنبية في هذا المهرجان. العقوبات ليست شيئا جديدا لنا، وبالإبداع والعلاقات الفردية استطعنا حل هذه المشكلة، ويشارك في هذا المهرجان أشخاص من النمسا وألمانيا، فبلدنا آمن وأجواؤه أجواء حوار. يقال عن الأفلام الوثائقية إنها سينما الواقع كما هو من دون مؤثرات صوتية ولا تصويرية، وهذا ما يجعلها تحاكي حياة الإنسان بأفراحها وأتراحها، لكنها رغم ذلك تبقى بعيدة بأشواط عن السينما التقليدية. ملحم ريح، طهران، الميادين. إلى العناوين مجددا. دعوات للتظاهر رفضا للتدخلات الأجنبية والقوى السياسية تسابق الوقت لتسمية رئيس للحكومة العراقية. هم عجزوا، تفضل يا شعب لبنان،
أنت بدك تعالج لنا هاي المشكلة إذا بدك نساعدك. هذه اسمها مساعدة ولا اسمها ابتزاز؟ السيد نصر الله يتهم واشنطن بابتزاز اللبنانيين اقتصاديا ويؤكد رفض تأليف حكومة من لون واحد. بومبيو يهدد إيران ورئيس الوزراء الباكستاني إلى الرياض اليوم في إطار جهود الوساطة بين الرياض وطهران. أتوجه مباشرة للحراك الذي أمد له يدي. الرئيس الجزائري المنتخب يعلن أن أولويته هي تعديل الدستور ويؤكد التزامه بالتغيير الذي يطالب به الحراك الشعبي. مؤتمر مدريد يفشل في التوصل لاتفاق بشأن المناخ ويمدد فترة نقاشاته بعد رفض الدول الكبرى زيادة التزاماتها بخفض الانبعاثات. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، وللمتابعين بلغة الإسبانية espanol.elmeyadin.net. إلى اللقاء.